وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح السيد عبد الله خالد الشوملي مدير إدارة المعلومات الإدارية بجهاز الخدمة المدنية أبرز ما يميز تطبيق الموظف الحكومي، ما أسهم في فوز التطبيق بجائزة التحول الرقمي في الموارد البشرية. طبعا أبرز ما يميز التطبيق هو وجود عدد من الخدمات الإدارية التي أسهمت في تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل حصول أو تقديم الموظف في القطاع العام على هذه الخدمات. ومن أهم هذه الخدمات خدمة إصدار شهادات الراتب والخدمة، التقديم على طلبات الشواغر الحكومية، متابعة الحضور والانصراف، وتقديم البلاغات الإدارية وغيرها من الخدمات، حيث أهلت هذه الميزات لحصول التطبيق على هذه الجائزة عن فئة القطاع العام.